اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة صحح لي، السلسلة اللي احنا بنحاول ان احنا نزبط لك بيها تركيب الجملة عندك ونشرح لك اي مشاكل عندك في الجرامر او في النحو اللي موجود في اللغة الانجليزية. معنا النهاردة خطأين جداد، يلا بينا نبتدي مع بعض. اول خطأ معنا النهاردة لما بتحب تقول في اخر، يعني في اخر الشهر هقبض، روح في اخر الشارع، اعمل كذا. احنا دايما بنغلط في النقطة دي، بنستخدم last او final، اوكي؟ ما بنستخدمش at the end of. يعني لما بنحب نقول مثلا هقبض في اخر الشهر بنقول مثلا I will get my salary at final month او at end month او at last month، مع ان المفروض تقول at the end of، يعني في اخر. At the end of the street يعني في آخر الشارع. At the end of the year يعني في آخر أو في نهاية السنة. At the end of the month يعني في آخر أو في نهاية الشهر. طيب أما last و final معناهم إيه؟ Last معناها السابق، فلما أقول لك الشهر الأسبوع السابق last week. Last week I went to Alex. الأسبوع اللي فات أنا رحت اسكندرية. Last okay session يعني الجلسة السابقة. Last session. Final معناها نهائي بقى، لما اقول لك the final match، الماتش النهائي. The final word، الكلمة النهائية او دي الكلمة الاخيرة، مفيش بعدها، مش هقول بعدها كلام. فما تخلطش ما بين at the end of و last و final. At the end of معناها في نهاية كذا او في اخر كذا، وده اول خطأ معنا. تاني خطأ معنا اغلبكم بيغلطوه في الستركتشر او في تركيب الجملة عندنا هو الجرامر، ان انتوا بتخلطوا ما بين have اللي هي عندي والاختصار بتاعها of، ومش عارفين امتى تستخدموا ده وامتى تستخدموا ده. خلينا اشرح لكم ثلاث جمل هنا صح وثلاث جمل هنا غلط واقول لكم ليه. You have a car، انت عندك عربية. have عادي، ما ينفعش تختصرها لـ you've a car، مع ان في اختصار بس اقولك بتستخدمه امتى. ما تستخدموش لما تبقى have بمعنى يملك او عندي. have هي الفعل الاساسي والفعل الوحيد اللي موجود في الجملة. انت شايف فعل تاني؟ هو ما فيش غير have، ده الفعل الوحيد اللي موجود، فما ينفعش تختصره. you have a car. I have two brothers صح، لكن ما ينفعش تقول of two brothers، خطأ wrong. ينفع تقول we have a company، احنا عندنا شركة، لكن ينفعش تختصرها وتختصر have وتقول we've a company، wrong، لان have هي الفعل الوحيد اللي هنا وفعل اساسي. واحد يقول لي طب امال الاختصار بتاع have دوت بنستخدمه امتى؟ في زمن اسمه المضارع التام، هبقى اشرحه قدام. فدي امثلة صح. you've taken my place، انت خدت مكاني. I've left Egypt، انا سبت مصر. واحد يقول لي طيب اميز ازاي؟ انت شايف هنا عندك افعال تانية، taken left، فده معناها ان have هنا مش معناها يملك ومش فعل اساسي، ده فعل مساعد. لكن في الجمل اللي فوق دي كلها مفيش غير فعل واحد وهو have، فساعتها ما ينفعش انك تختصر لما have يبقى فعل اساسي بمعنى يملك. وده تاني خطأ معنا. دي تاني حلقة في سلسلة صحح لي. لو بجد بتستفيد وحاسس الخطأ أخطاء أو الغلطات اللي احنا بنشرحها انت بتقع فيها كتير، بليز ادعمنا وشير ولايك أكتر عشان نكمل السلسلة ونطور من نفسنا ونطور من مش بس الشرح، من التصوير بتاعنا كمان. Thank you and خليني أشوفكم على خير و happy everything. Thank you.